الأخ القائد مروان البرغوثي والملتقى الوطني الديمقراطي تقدموا بقائمة واحدة تقدمت للشعب الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية القادمة باسم قائمة الحرية. أنا بعتقد أنه هذا التطور مهم جدا فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية التشريعية القادمة. طبعا لازم أقول أيضا أنه إحنا متفقين تماما على ضرورة التمسك بالانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بحيث تجري في موعدها وبما في ذلك في القدس.